عارف شي الاسباب عارف ايش هذا طرف فيلات ولكن السبب الرئيسي ما عرفت حتى شي واحد شنو كان تما الحوايج تما الجوطيه يعني كيبيعوا داك الشيء اللي مستعمل جنطات هذا حاجه من الحوايج مستعملين اي حاجه مستعمله كل شيء يعني الحاجه اللي كتكون مستعمله كيعاودوا يبيعوها يعني الجوطيه تما ما عرفوا شي الاكتر تبقى ولا شي واحد كيطيب بوطه ولا شحال العافيه ولا ما عارف شي المهم العافيه الشاطي ما درك حتى حتى شي واحد ما عطاكش شي جواب لا حتى واحد ودابا حاليا باقي ما عارف حتى شي واحد كيفاش هو السبب العافيه اللي يكون عارف السبب هو اللي كان حاضر على العافيه في الاول ديالها هو اللي يكون عارف السبب الحقيقي عجبك كاميرا بحال هي شنو كان عندك فيها كتسمع؟ كان عندي فيها القطنيه والعطريه كاملا شي كامل قطاني ما شاف لي حتى ما شاف حتى حتى باقي الصابون باقي الصابون وما لقاش 20 مليون مشات لي هنا حتى حتى باقي الصابون ما لقاش لي هنا 20 مليون سنتيم 20 مليون بالفلوس بالسلعه